يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة مع برنامج فنجانك على الهواء معي أنا أم حسين. مثل ما بتعرفوا أنتوا الفناجين قدامي على النية، وفناجين بحلقتنا المباشرة على الهواء لأعطيكم الحلقة هيدي مباشرة، واللي بحب يتصل فيني على الخاص ببعث له التفاصيل بالفنجان، يعني فويس بحكي له اياها، كمان بيبعث لي الفنجان على الخاص بتقبل الارسال وبشكر ثقتكم فينا لحتى اعطيكم تفاصيل دقيقه ومهمه. هلا الفناجين مثل ما بتعرفوا انتوا على النيه، وبعثوا لي اشخاص يعني في اسامي لاشخاص كثيره. عبد الله بن سعاد لعمر 38 سنة من عمان، يعني كمان على نيته هيدا الفنجان بدنا نقرأ له إياها على الهواء مباشرة. عنده يعني مش كاتب التفاصيل كتيرة، بس عنده يعني أمور. أنا على نيته أخذت الفنجان من دون ما يعني اي رقم او شيء، بسحبت الفنجان على نيه هالشخص، ما بعرف دون اراديه، يعني هو كانه حدا مد لي ايدي وقال لي خذي هالفنجان على نيه هالشخص لعبد الله بن سعاد. بس اللي بيبعت الفنجان يعني اللي بيشرب الفنجان وبيبعت لي اياه على الخاص على الواتساب ببعت له اياه فويس افضل واحلى، بيكون هو شربان الفنجان، بيكون هو عارف شو بده، تفاصيل دقيقة من حياته المستقبل والماضي والحاضر، لنشوف أمور كتيرة وعديدة متنوعة. هلأ على نية هالشخص هو مش شربان الفنجان مثل ما قلت لكم، بس في عنده إرهاق وعنده تعب وعنده متاعب بحياته، في أعداء كتيرة عندك يا أستاذ عبد الله بن سعاد العمر 38 سنة مارق بضيقة، بس في عنده حاجة رح تنقضى له ورح يكون في شخص يعني سنده. كتير يعني مأثر بهالظروف اللي هو يعني فيها، وفي عنده حدا يعني في عنده حدا بخصه يعني محاوط مثل كأنه بحبس أو بشي يعني بسجن، وهيدا الشيء يعني قلقه، عنده أمل قدامه إنه هالشخص ينفرج وهو رح يكون يعني بجانبه بهالشيء. هلأ حاجته رح تنقضى لهالشخص، وإنت رح تكون جنب هالشخص. في عندك أخبار منتظرة ووعود صادقة رح تكون معك. انت بتكره الخداع بس مأثر بهالزعل اللي مرق عليك. بكتفي لهون فنجاننا، ومناخد فنجان تاني لحدا كمان على نيته، الاسم زهراء بنت منى العمر 19 سنة من العراق. على نيتك الفنجان هيدا، اخترت لها أنا هيدا الفنجان. مثل ما قلت لكم اللي نحن طبين هول فناجين على نية أشخاص، بس ما هن اختاروهم، مش هن شربوا القهوة. اللي بيشرب القهوة وبيبعت لي صورة الفنجان على الواتساب ببعت له فويس مباشرة، يعني بفرغ وقتي لإله وببعت له، بس أنا عم فرجيكم إنه الفنجان شو فيه تفاصيل، يعني شو فيه أحداث لنية الشخص مش أكتر. يعني هو ما شرب الفنجان مت يعني كتير يعني اشياء يعني خاصة فيه يعني عم بحكيها، لأنه الفنجان بده وقته، بده حدا يشرب الفنجان من نفسه ويطب الفنجان. على هيدي الأسس المبنية نحن عم نبصر بصدق وبإخلاص، وبحب أن المصداقية تكون أهم شيء، يعني حتى لو كان في نوايا بتزبط النوايا أوقات، بس التفاصيل الدقيقة هي بالشخص اللي بده يبعث الفنجان من خلال شربته للقهوة. وانتو بتعرفوا من أيام المماليك والسلاطين كانوا ما يفشخوا فشخة
لحتى ما يواجهوا أي خطر أو أي عداوة من حدا، لحتى يجيبوا يعني المختصين يبصروا لهم بالقهوة لحتى يعرفوا طريقهم ودربهم وتفاصيل حياتهم. عشان هيك أنا بقول لكم اشربوا الفنجان، طبوا، وأنا مستعدة بصركم إياه بتفاصيل دقيقة جدا، وما بكون إلا عند حسن ظنكم بإذن رب العالمين. وانتو يعني بس تشربوا الفنجان يعني كل شيء ماضي حاضر مستقبل ببين معي من خلال طبتكم للفنجان. اما بالنوايا يعني انا ببصر الفنجان بس انه مش مثل ما انا بدي، يعني انا بحب انه تكونوا انتو شربانين الفنجان وبعتين لي صورته على الواتساب لحتى اقرا لكم اياه فويس وابعث لكم اياه. ما بت يعني ان شاء الله بكون عند حزن ظنكم. هلا زهراء عمرها 19 سنة من العراق. شوفوا في عندها فرص كتير قدامها وفي عندها نجاح وعواميد فرج. سبحان الله هالفنجان على نيتها، بس في حزن جواتها. يعني من المفروض انه بهيدا العمر يعني تكون مبسوطة، بس انا مدت ايدي وعلى نيتها اخذت هالفنجان. سبحان الله النية كمان بتأثر، وكمان الرموز الفنجان كمان بتأثر. إذا واحد شرب الفنجان وطبه هو أضبط وأداء تفاصيل. مستنظرة خط تليفون، بس هالخط التليفون ما رح أبدا أبدا يعجبها، يعني رح هيك تكون متوقعة شيء ويصير شيء تاني. عندها عمودين عم تأسس لمشروعين صغار ممكن لنجاح او ل يعني حياتها المستقبليه، وهيدا من حقها. في ورقه بيضاء، عندها نجاح. زهراء عندك نجاح، عندك بالمستقبل الجاي يعني رح يكون يعني في سفر لإلك، وفي عندك صديقه دائما بتوثقي فيها، وهالصديقه وفيه وثقتك بمحلها. وبالمستقبل الجاي يعني هالفتره اللي بدها تمرق من بعد حزن، بدك تحزني على حدا بخصك، والأعمار بيد الله. في عندك فرح بده يصير لإلك أو يعني بخصك كتير، وبدك تفرحي بهالفرحة ويكون عندك حب بحياتك موجود. نكتفي بقدر يعني نظرتنا لهيدا الفنجان على نية لحتى نلحق يعني للأشخاص بقدر المستطاع، يعني نقرأ الفناجين الموجودة معنا اللي على نواياهم اللي متصلين معنا. أما اللي بيبعت لي الفنجان على الواتساب بيكون يعني هو شربان بالفنجان، والأرقام على أسفل الشاشة، وأنا ببعت له إياه يعني فويس بتفاصيل كتير كتير مفصلة، وبياخد معنا الوقت وبعطيكم وقتي، وأنتو كمان بتعرفوا شو لازم كيف تبعتوا للفنجان أو كيف تتواصلوا معنا عبر شاشتنا وعبر الأرقام اللي موجودة على أسفل الشاشة. هلأ كمان في عنا الاسم محمد هلال ابن فاطمة، العمر 61 سنة، من مصر. أهلا وسهلا فيك وبأهل مصر كله. ومثل ما بتعرفوا انتو يعني نحن على النايل سات من كمان في بس من مصر. دغري اجا ايدي على هيدا الفنجان لهيدا الشخص اللي هو بده على نيته هيدا الفنجان، اسمه محمد هلال ابن فاطمة. هو بسمعنا والكشف عم بيكون يعني من خلال نيته، مش هو شربان الفنجان، من خلال نيته لهالشخص. في عندك دغري، انا طب يعني انا اخذت الفنجان على نيتك، يعني ايدي دغري هيك اخذت الفنجان على نيتك. شوف برات الفنجان في رموز واشكال، يعني بتعني انه في اشياء ماضيه صارت معك بحياتك، في زعل وفي خيبه امل لإلك من حدا، وفي صديق وفي وقف بجانبك، وعندك ثلاث أشخاص غيرتك عليهم كتير حلوة وواضحة، وكلام سمعته تأثرت فيه من مدة، هالشي يعني زعجك ودمعت عينك. ممكن حالة مرضية لحدا تأثرت فيها وهالشي مضى وراح.
هلا بالنسبة على صعيد المستقبل اللي لك، يعني في عندك تفاؤل بسيط بحياتك الاجتماعية، ومثل ما بتعرفوا كعب الفنجان هو للشخص، يعني لحتى نحكي شو في بداخله. محيط الفنجان في فصول أربعة، أنا ما بحكيهم هيدول مباشرة على الهواء لأنه بدهم وقتهم، بدهم تفاصيل، بدهم، لأنه الحلقة مثل ما بتعرفوا قصيرة والمتصلين فينا كتار، والحلقة هيدي مباشرة مجانية. أما اللي بيحكيني على الخاص ببعت له التفاصيل الدقيقة جدا، لحتى محيط الفنجان الفصول الأربعة بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل وبأموره يعني الحياتية اللي هو فيها نحكي عنها بتفاصيل دقيقة. عبد محمد، محمد هلال ابن فاطمة، مثل ما قلت لك هذول التفاصيل، يعني البرات الفنجان. أما بقلب الفنجان أنت إنسان قلبك طيب، نيتك صافية، بس في عندك يعني قلق على هالأشخاص، دايما قلقك على عائلتك، على أهلك، على أحبابك. في هدية ثمينة بدك يعني تنهدى فيها، ومن حقك أنت يعني تفكر كمان بهالتفاؤل وبهالثقة اللي رح تكون فيها، لأنك إنسان كتير جدي وواقعي وطموح كتير. وشوف متفائل لأنك إنسان كتير جدي، يعني دايما بتفكر لقدام. اللي بفكر لقدام للمستقبل يعني إنسان طموح وإنسان بيسابر ليوصل للشيء اللي بده إياه، للنجاح اللي هو عم يسعى له، اللي كان بطريق عملك أم اللي كان بطريق بناء لعائلتك. وإنت عم بتأسس وتبني لحدا من أولادك، يعني لحتى تتم هالفرحة ويكون هالشخص يعني راضي مثل ما إنت بتتمنى يكون قريب منك وإنت قريب لإله. هلأ في عندك شخصية قوية وفرحة بدها تصير بالمستقبل لشخص من أفراد عائلتك، وهيدي الفرحة ناطرة وإنت عم تسعى لحتى تتحقق. أما على صعيد عملك إنسان ناجح ومثابر على النجاح، وفي ورقة بيضة رح تستلمها وتكون هالورقة بيضة فيها مصاري بتستحقها، ممكن تعويض عمل أو سلفة أو شيء، يعني من بنص بيتك رح تاخد هالورقة وتكون محتفظ فيها. كمان بصرنا يعني مثل ما انتم شفتوا 3 فناجين على نية المشتركين اللي معنا، وبعد في عنا كتير، بعد في عنا كتير تفاصيل، وفي عنا أسماء كتيرة، في عنا أسماء كتيرة، بس بقدر المستطاع بنشوف كيف يعني حنبصر. يعني هيدي الحلقة حنبصرهم للفناجين على نواياهم، بس هلأ يعني بقية الفناجين لبعد الفاصل، لأنه هلأ حناخد بريك وبنرجع لكم. ومثل ما قلت لكم بعتولي صور واضحة على الواتساب لأقرأ لكم إياها، وأهلا وسهلا فيكم.